الوطن المليء. نقول لك اخاوي حنايا متحمسين لهذه النقطه هذه باش نطلعوا عندك المونديال نهزوا العالم المغربي حتى حنايا بحالنا بحال الناس فهمتيني ونشرفوا البلاد وبزاف فهمتيني ودائما كنا كنحلموا يعني نطلعوا من 98 ما طلعناش يا الخاوه 98 حنايا كنحلموا 20 سنه دابا حنا كنحلموا نطلعوا عندك المونديال وان شاء الله بحول الله بالملاعبيه ديالنا اللي عندنا دابا فهمتيني ولاد البلاد اللي عندنا كنتمنوا انهم يغلبوا ونطلعوا عندك المونديال حتى حنايا. بالنسبه لي اللي نقول لك بارتي دو اليوم ماشي عادي يكون وكنطلبوا من الله شي جوج زيرو بن عطيه وغواه هزيان شاسيدي جوج زيرو. انا جيت اليوم باش نشجع المنتخب باش تغلب. اليوم رحنا في القهوه مجموعين مع الاصدقاء باش نشجعوا المنتخب الوطني وان شاء الله ماشي يربح بثلاثة لزيرو باش نتأهلوا لكأس العالم ونفرحوا المغرب كامل والمملكة المغربية الشريفة وان شاء الله بالتوفيق لهم وتندعوا معهم سيدي ربي يسهل امرهم في هذا الماتش ان شاء الله. اليوم الساحه الام ان شاء الله تكون مرونه طنجه كان ما تنعش اليوم احنا ماشي